سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم. إريك غارسيا. كريستنسن. ديونغ. كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. ديباي يتلقى الكرة. فيران توريس. هدف لبرشلونة. ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. أي مهارة. لقطة خيالية. كرة جميلة. هدف لا يسجل إلا الكبار. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. المباراة تبدأ بواحد. الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. فيران توريس. كرة من جهة اليمين. يلعبها في المساحة. مساحة كبيرة أمامه. وتسلل آخر. يبحث عن المهاجم. يندفع بقوة إلى الأمام. ليفاندوفسكي كان قريب من اختراق الخط الدفاعي، بالتأكيد راح يكتسب ثقة الآن لمحاولة مرة أخرى. كانت انطلاقة مميزة وطموحة، لكن الدفاع وقف له بالمرصاد في اللحظة الأخيرة، منعه من المرور. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. تير شتيغن يتدخل، يبعد الكرة. ممتاز في التمرير. هذه لعبة خطيرة هنا. وكأن الفريق لا يقدر على صنع الفارق أو تحدي منافسة في مثل هذه الكرات. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. ليفاندوفسكي. اللاعب يستلم الكرة الآن بدون رقابة، عنده فرصة كبيرة في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. موجود لإبعاد الكرة. تغيير لاعب على الأجناب. فيران توريس. ديونغ. يلعبها على اليمين. الكرة تصل إليه. كرة أرضية إلى المنطقة. تسديدة في اتجاه المرمى. والكرة تعانق الشباك. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. إنهاء رائع للهجمة. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. برشلونة يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. كان على وشك استغلال هذا الخطأ. There will be 1 minute added time.
سابيتزر. في هذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. كل ما نشاهد الآن في شوط واحد، يا إلهي على هذا الأداب، على هذا التألق، على هذه السيطرة، على الهدفين، ربما أكثر في شوط المباراة الثاني. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، يعيدها إلى الحارس أراوخو. بيدري، إيريك غارسيا، ديباي، نوير يخرج من مرماه ليبعد الخطورة. مطلوب منهم الكثير من الجهد للتعامل مع هذه الحالات ومحاولة خلق خطورة. وصلت إليه، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. لمسة بينية. The attendance for this match was 70,987. بيدري، تمريرة جميلة، ليفاندوفسكي، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. لوكاس هيرنانديز بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. تمريرة، والآن لديه فرصة. اندفاع كبير جدا في اللقطة الماضية. بايرن ميونخ، وفرصة من علامة الجزاء. حالة من عدم الرضا بين اللاعبين على قرار الحكم، مع اقتناع الحكم نفسه بقراراته بالتأكيد. هذه فرصة التقدم. لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها. لقد كان حاسماً بعض الشيء، اتخذ قراره، حدد الاتجاه، وضع الكرة في الشباك. لعبة رائعة. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. يلعبها لمنطقة الخطر. ليفاندوفسكي، غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار، فضاعت منه الكرة في آخر المشوار. ليفاندوفسكي، بدأ وكأن الكرة لم تكن في اتجاه المرمى. ليفاندوفسكي لم يكن موفقا هنا، ربما عليه تجربة حلول أخرى للوصول للمرمى في المرات المقبلة. كيميتش يتدخل ويقطع الكرة، توقع ممتاز هنا. ليفاندوفسكي، الكرة عالية جدا، لم يلعبها بشكل مطلوب. تسديدة من مسافة بعيدة، الكرة اعتلت العارضة.
باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بيدري، بينية رائعة، ليفاندوفسكي، إبعاد رائع من الحارس. حراس المرمى يحبون مثل هذه المواقف، البعض منهم ينجح في صد الكرة. الحالات الانفرادية متى ما تمركزوا بشكل جيد، هذه واحدة منها بالتأكيد. برشلونة وركنية أولى في اللقاء، إبعاد الكرة مطلوب هنا. برشلونة ومحاولة مع المرتدة، الهجوم تحول الآن إلى الجهات الأخرى. فيران توريس لعب الكرة ولكن بعيدة جدا عن المرمى. ديفيس